السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، وتستمر معكم ومعنا رحلة الإصلاح التي نادى بها الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. هذا اليوم فيه مدفن الأجساد الطيبة الطاهرة، تتجدد الآلام على كل المسلمين. كانت زينب دمعة لم ترقأ، وأنة لم تهدأ، وحسرة لم تخفت، ولوعة لم تسكن، وحرقة لم تبرد. شهدت سلام الله عليها يوم عاشوراء وعاشته بكل تفاصيله الدامية، والذي فقدت فيه الإخوة والأولاد وبني العموم وأهل بيتها، فلم تزعزعها كل هذه النكبات، وقفت كالطود الأشم وهي تجمع بنات الوحي وربائب بالرسالة، وهن يبكين ويندبن ويلدن بها مما دهاهن. تجمع حولها النساء والأطفال وهم يبكون ويتصارخون، وقد أصبحوا الآن ثكالى وأرامل ويتامى. تتجدد الأحزان بالدمع الذي جرح الخدود وظل يرسم معلما. هذه الدموع من بينها والشعر يسبق مدمعي لما هما. أرحب بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المباشرة، أرحب بضيوفي الأكارم في الاستوديو، الست ثناء الفيلي الباحثة الأكاديمية والإعلامية، أهلا ومرحبا بك. أيضا دكتور انتصار التميمي الباحثة والأكاديمية، أرحب بك ضيفة كريمة. يا أهلا وسهلا، شرفت بك. ينضم إلينا من النجف الأشرف سماحة السيد الدكتور نعمة آل نور، أرحب بك ضيفا كريما بك وبكل أهالينا في النجف الأشرف، أهلا بك يا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تتجدد التعازي للإنسانية جمعاء في كل موقف وفي كل لحظة من لحظات هذه الحياة، بمناسبة ذكرى حلول شهر محرم الحرام والأحداث التي تلته بعد الانتهاء من واقعة الطف، أي بعد شهادة الأبرار فيها، شهادة المعصوم الذي خرج لطلب الإصلاح في أمة جده، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بعد شهادته وإراقة دمه وشهادة صحبه الذين عبر عنهم بمقولته الفريدة من نوعها: إني لا أعلم أصحابا كأصحابي، أصبحت قافلة الركب الحسيني بلا رجال، وأقصد من كلمة بلا رجال أنه لم يكن هناك رجل قادرا على لملمة شتات العائلة المنكوبة التي ذهب رجالها وبقيت فيها مجموعة قليلة من الرجال الذكور تحديدا، منهم الأطفال، ومنهم شخص كبير لم يكن قادرا على لملمة شتات العائلة. ومن هنا برزت في قمة هذه الأحداث العصيبة، برزت شخصية زينب سلام الله عليها. زينب ابنة أمير المؤمنين عليه السلام، أخت الحسن والحسين عليهم السلام، درست في هذه المدرسة التي لا تعرف للانكسار لونا، بل جل تعاليمها تشير إلى أن الشجاعة هي العنصر الأساس في مكوناتها. برزت شخصية زينب عليها السلام عندما تسنمت مقاليد إدارة العائلة والمتبقي منها استعدادا للرحيل إلى الشام في رحلة السبيل المعروفة. امرأة
ثكلى ذهب أهلها إخوتها بنوها صحبهم ذهبوا شهداء وبقيت هي تدير القافلة تدير ما تبقى من هذه الأسرة التي خصها الله سبحانه وتعالى بالتطهير في محكم كتابه الكريم والذي نص عليها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله من أن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. هذه المرأة تسنمت قيادة الأسرة بكل شتاتها على ما يبدو أن هناك 80 طفلا يتيما إضافة إلى النسوة اللواتي فقدن أزواجهن وأبناؤهن في هذا الحدث العظيم الذي أثقل كاهل الإنسانية جمعاء بقتل ابنة النبي الوحيدة صلى الله عليه وآله وسلم. دكتور إذا كنت تسمعني دكتور نعم تسنمت نعم دكتور إذا كنت تسمعني اليوم بودي أن أتقدم نعم شيئا فشيئا عن هذه الرحلة الميمونة ولكن خلينا نرحب بجناب الدكتورة انتصار التميمي وأنت ضيفة كريمة على العراقية مثلما تفضلت ست ثناء وأيضا جناب الدكتور حول هذه القضية وأحياء هذه الذكرى. يقول الشاعر كذب الموت فالحسين يخلد كلما مر الزمان ذكره يتجدد كلما تمر السنين علينا نستذكر هذا البعد الأخلاقي البعد التربوي باعتبارك من ذوي الاختصاص. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل بيته طيبين الأطهار. طبعا هذه نعزي كل العالم الإسلامي وإحنا بالذات بوفاة واستشهاد سيد شباب أهل الجنة الحسين عليه السلام ونعيد هذه الذكرى كل عام لأن هذه ذكرى مؤلمة بصراحة تذكرنا بما فعله بني أمية بإمامنا وبآل بيت الأطهار من تمزيق وتأويل وتأسير للعائلة للعوائل عموما يعني كلها بالذات كذلك دور السيدة زينب وما بالعبر التربوية والأخلاقية والنفسية والتضحية ونكران الذات وما فعلته في قيادة هذه العوائل بعد الفاجعة الأليمة التي ارتكبها بني أمية في حق سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وفي حق كل رجال آل البيت وما بقي منهم يعني إلا زين العابدين مع السيدة زينب كان مساندا لها لكن دور السيدة زينب كان دور بطولي جدا جدا ومثال لكل امرأة يعني بصراحة تتمتع بالبلاغة وبالخطابة وبالأسلوبية وبالشخصية واللي هي أخذتها من بيت النبوة الرسول ألف الصلاة والسلام عليه ومن والدها صاحب البلاغة الكبيرة في فن الأسلوب والفلسفة والكلام وما يعني عاشته من واقع أليم في وفاة الرسول وتفرقة بعد الرسول على الكرسي ومن يقود الأمة الإسلامية وكذلك ما عانته من قتل الإمام علي عليه السلام وكذلك التهميش والإقصاء من قبل الطاغية يزيد اتجاه هذه العائلة أنه يخاف منهم أخاف يأخذون من عنده الكرسي أو الخلافة طيب. وهم أحق بها بما يتمتعون بها من دستور ومن تعاليم ومن مفاهيم إلهية كبيرة جدا اللي هي تؤدي إلى تماسك المجتمع إحنا اللي وصلنا إليه اليوم هو بسبب سوء إدارة بني أمية وما فعلته بالحسين عليه السلام وبآل بيته الكرام اللي هو الآثار هذه الآن اللي تحدث بعد ما كان الحكم يعني شورى بينهم أصبح وراثي وبعد ما كان قائم على تعاليم إسلامية عظيمة رجع بني أمية إلى الخمر والطرب والسهر وال يعني تريدين أن تشيرين إشارة واحدة ولعل الثناء أيضا تشاركنا في هذا الرأي هذا الثناء الكبير لهذه السيدة العظيمة التي ولدت ونشأت بأحضان النبي في 5 سنين الأولى ثم عاشت مع الوصي علي عليه السلام ومع الحسن والحسين فكانت تتغذى علما ونورا عندما تسأل عن الواحد تقول واحد وتسأل عن الاثنين تقول اللسان الذي يذكر الواحد لا يذكر الاثنين هذه البلاغة والدروس كان للأسرة دور كبير في تعميق
هذه الفقيهة العالمة كما يذكر الإمام زين العابدين، لقد كانت عمتي زينب عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. نعم بالفعل، شخصية السيدة زينب عليها السلام تتمثل بأنها شخصية من حيث أنها يتجسد بمعالمها ما يندرج من الدروس والعبر. هذه الشخصية هي ما يحمل من واقع من معاني ومضامين، كيف يمكن لنا أن نكون جزءا من هذه الشخصية العظيمة على اعتبار أنها فلسفة في الدين. فما نشأت عليه السيدة زينب عليه السلام لابد أن نتخذ من هذه السيدة زينب عليه السلام الخصال الحسنة. طيب. وهو ما يتمثل بأنها يتمثل بواقع ترجمة للقرآن الكريم، على اعتبار أنهم أسوة وقدوة، وكيف لنا أن نتخذ من معالم هذه الشخصية الدروس والعبر، خاصة نحن نعلم أنه المرأة في ذلك الزمان لم يكن لديها واقع الشجاعة والقوة، ولم يكن للمرأة واقع القيمة الأساسية داخل المجتمع. فالسيدة زينب أثبتت بجدارة بأن للمرأة ممكن لها أن تكون صبورة وشجاعة وأن يقتدى بها في كل مكان وزمان. لذلك السيدة زينب عليه السلام بفصاحتها وببلاغتها هو ما يتمثل بانعكاسا لمرآة شخصية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك شخصية أبيها الإمام علي عليه السلام وأمها فاطمة الزهراء عليه السلام. هذه الخصال الحسنة وهذا الصبر وهذه الشجاعة هي ما حملت للسيدة زينب عليه السلام أن تقف وجه الأعداء وأن تكون معدن للرسالة الإلهية. التحول الجذري ما قامت به السيدة زينب في واقعة الطف هو التحول من حيث واقع معركة عسكرية إلى واقع إعلام وأيديولوجية سياسية، يتمثل بأن للمرأة يمكن لها أن تقتدر وأن يكون لها كيان داخل المجتمع بكل عفتها وبكل كرامتها. ولا يمكن للمرأة اليوم، نحن إذا تحدثنا بفارق الزمن بواقع السياق الزماني نتحدث عن مضمون المرأة، فيمكن للمرأة اليوم أن تقتدي بهذه الشخصية العظيمة من حيث التربية والأخلاق والعفة والكرامة والشرف، ويمكن للمرأة أن تثبت بجدارة إنها قيادية ويمكن أن تقود مجتمعا كامل، لكن بالعفة والشرف. خلينا إن شاء الله نقف عند البعد القيادي مع رسم السيدة زينب. دكتور نعمة، اليوم عندما نريد أن نتكلم عن ذوي الاختصاص، وأنت من ذوي الاختصاص ولديك كتابات كبيرة وكريمة عن آل البيت ومن ضمنهم السيدة العقيلة زينب عليه السلام، هذه الفقيهة العالمة التي تغذت من فاطمة الزهراء عليه السلام كان لها فضل كبير في واقعة الطب. بدءا خلينا نقف مع المشيئة الإلهية، شاء الله أن يراني قتيلا ويراكن سبايا. نعم دكتور، دكتور نعمة تسمعني؟ دكتور نعمة؟ إن شاء الله يعني يتحول إلى دكتور نعمة إن شاء الله بعد ما يسمع الصوت. دكتور، اليوم عندما نريد أن نتكلم عن أبعاد تربوية كما تفضلت بها ست ثناء، لابد لنا أن نقف عن مسألة الإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، السيدة زينب يعني تحملت ما لا يتحمله أي شخصية يعني بالوقت الحاضر بصراحة، لأنه عوائل كثيرة جدا هي في رقبتها كانت، وكانت هي تكون مسؤولة عنهم وتقدم لهم كل حتى الطعام اللي كان يأتي إليها تعطيه إليهم، وكانوا تتقودهم من قادوهم أسارة طبعا بحبل إلى الكوفة، إلى يعني بيت يزيد، بيت زياد بن معاوية، ثم إلى الشام بيت يزيد، قصر يزيد أو مكان الإمارة مالتهم. كانت لا تقبل بالصدقة على الأبناء، هذا أيضا بعد تربوي، طبعا بعد تربوي أخلاق، قالت إحنا لا نستحق الصدقة، وكانت ترى الناس ينظرون إليهم ويتباكون، وقسم يتعجبون وقسم يظلون يعني يتأولون بأشكالهم على ما حدث لهم
وما هم كانوا فيه من الأسر يعني، وكانت لا تقبل بهذه النظرة اللي هي نظرة الصدقة عليهم أو نظرة الحزن عليهم، وإنما كانت تطلب المواساة وتطلب الوقوف إلى جانبها ضد الطاغية الموجود. وكذلك من وصلت إلى الشام وقفت بكل قوتها وبكل صبرها، وخرجت من طورها بفن الأسلوب والبلاغة والكلام الحكيم جدا بوجه الطاغية اللي هو يزيد، وتكلمت معاه ولا خافت من الحرس ولا خافت من التمتع القوة اللي يتمتع بها ومن الجيش اللي يحيطون بها الموجودين. قبل قوة وصناعة القرار، نعم، هذا البعد التربوي الذي تغذت منه هذه السيدة العظيمة زينب، فنجد فيها الصلابة عندما نجدها في تلك الخيم قبل بدء المعركة، ويتعلم ما تعلم ما يجري على آل بيت المصطفى ومن ضمنهم سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. هل اختبرت نيات أصحابك؟ نعم. يعني هذه نقف عندها كثيرا، لم تخرج هذه الكلمات إلا من عظيمك السيدة زينب عليه السلام. نعم، السيدة زينب استلهمتنا نواحي تربوية كثيرة جدا، أنه نواحي الصبر، نواحي القوة من عندها، نواحي الإيثار، نواحي نكران الذات، نواحي البلاغة الحكيمة اللي موجودة في ذاك الموقف اللي يصعب الواحد أنه يظل يفكر ويستلهم أفكار جديدة حتى يعالج الموقف الموجود. يعني هي صارت كواجهة قيادية أمام كل العوائل اللي هي تقودهم مع زين العابدين، ولكن هي على حساب نفسها وعلى حساب صحتها وعلى حساب داخلها متآسي به اتجاه أخوها وما رأته، يعني الإمام الحسين كيف يكون مذبوح وكيف أنه يأخذون رأسه أو رؤوس الباقي الموجودين على الرماح إلى يزيد بن معاوية، ولا يعرفون ما هم هؤلاء وقيمتهم ومكانتهم الإلهية والدنيوية والدينية طبعا الموجودة. كذلك اعطتنا الإيمان بالله، واعطتنا الإيمان بأنفسنا والثقة بأنفسنا طبعا. طيب، صناعة القرار، خلينا نقف عند صناعة القرار عند هذه السيدة العظيمة. دكتور نعمة، أعود لك إن كنت تسمعني، خلينا مع المشيئة الإلهية، شاء الله أن يراني قتيلا ويراكن سبايا. هذا الكثير من يريدون أن يطعنوا بالإسلام يجعلون من هذه فبركة للأحاديث وفبركة للتاريخ. كيف لنا اليوم أن نقف عند هذا القول الشريف لإمامنا الكريم الحسين عليه السلام؟ نعم دكتور. استكمالا للكلام، أن منظومة أهل البيت سلام الله عليهم، طيب، في تربية أبنائهم منظومة تعتمد على التوحيد الخالص، وتعتمد على التغذية الخاصة من كل الجوانب، سواء كانت هذه الجوانب تتعلق بالأفكار عن الكون والحياة يعني أصول الدين، أو تتعلق بالأحكام التي تنظم الحياة، أو منظومة القيم. ولذلك نجد في منهج أهل البيت سلام الله عليهم أنهم أخبروا أسرهم وأخبروا الأمة بما يجري عليهم في لاحق الزمان. وتصريح الإمام الحسين عليه السلام، الإمام المنصوص عليه بأمر الله بأمر رسوله صلى الله عليه وآله، وهو المنصب وهو المعصوم وهو الخليفة الشرعي، نص أخبر الأسرة في حركته من المدينة إلى مكة إلى العراق، عندما أشار عليه البعض أن يترك العوائل ولا يصطحب النساء والأطفال، قال شاء الله أن يراهن سبايا، نعم، وشاء الله أن يراني قتيلا. هذا اللون من الإخبار على لسان المعصوم يبين لنا حقيقة ما ستؤول إليه الأمور في الأمة الإسلامية من خلال تسلط الفاسدين عليها. ولذا اقتضت عملية الإصلاح في مساحات الأمة المخربة أن تكون هناك إراقة دم لمعصوم عالي القيمة، وليس لوحده، بل لابد أن يكون معه أهل بيته، استكمالا لعملية الإصلاح التي نشهد آثارها إلى زماننا هذا. وإلا
حتى بعض المقربين قد أشار إلى الإمام على الإمام الحسين عليه السلام بضرورة أن لا يصطحب النسوة والعيال معه، ولكن حركة الإمام المعصوم وفكره وعلمه يستند إلى السماء، ولا بد أن تكون الأسرة معه. وقد رأينا ما رأينا من الآثار الإيجابية الواضحة على اصطحاب الأسرة معه، رغم كمية الحزن الهائلة التي خلفتها إراقة الدماء في يوم العاشر من المحرم. دكتور لو كنت تسمعني، حيث تجشمت نعمة وتبوأت نعمة. طيب. زينب سلام الله عليها. دكتور نعمة، نعم. هذا التبوأ الكبير الذي احتلته هذه السيدة العظيمة، حتى عندما كانت تنتقل مع أخيها الحسين عليه السلام، كانت كما كانت في بيت فاطمة لها مدرسة واعية، فكانت تقود النساء بأمورهن الفقهية والعلمية والعقائدية وغيرها. الصوت راح نوفر. نعم، أرجع لك إن شاء الله دكتور بنفس التساؤل. اليوم عندما نشاهد الإمام الحسين عليه السلام وهو ينطلق انطلاقة الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان يبشر أصحابه بين الحين والآخر: من التحق بنا فقد استشهد لا محال، ومن لم يلتحق بنا لم يدرك الفتح. اليوم الفتح الذي نعيشه اليوم بدلالاته الكبيرة، ملايين الزائرين يأتون زحفا إلى كربلاء السلام، هو كان وحيدا ولكن الله أورثه تلك القلوب الطيبة. يتجسد بمعاني التضحيات العظيمة والجلية للإمام الحسين عليه السلام وآل بيته الأطهار، هو صورة لواقع اليوم يتمثل بمعانيه من حيث انتصار الدم على السيف. طيب. هذا واقع أنه الانتصار لم يكن ضمن سياق مكان معين، وإنما يتجسد معانيه لحد هذا اليوم. نلاحظ أنه تجسيدا لهذه المعاني ولهذه المضامين هو أكبر تحديات للواقع وواقع ما يشهده المجتمعات اليوم. نحن نلاحظ أن هنالك العديد من التحديات بواقع ما يشهده مجتمعات على مستوى العالم: فوبية الإسلام وجعل من الإسلام شيئا يتجسد بمضامين غير أخلاقية. لكن هذه التعاليم، نعم، لكن الإمام الحسين عليه السلام قدم فكرا إصلاحي. هذا الفكر الإصلاحي هو ما يحمل في طياته المحافظة على الرسالة الإسلامية. لذلك قلت لك قبل قليل إنه الإمام الحسين عليه السلام جسدت معانيه و روح التضحية في هذه الشخصية العظيمة بأنها حلقة وصل للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ما قدمه الإمام الحسين وآل بيته الأطهار هو تجسيدا لحلقة الوصل للأئمة الأطهار وما جاءوا بعده بتكملة هذه الرسالة الإلهية المحمدية. لذلك نلاحظ أنه في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان، أي حاجز يحاولون كسر واقعة الأخلاقية الإسلامية من القيم ومن منظومة المعاني والمفاهيم وما يحمله الإسلام من الإنسانية، نلاحظ أن رمزية انتصار الإمام الحسين عليه السلام يقف عاقب أمام هؤلاء من تحديات عظيمة. أنت تذكرين إنسانية الوجود. نعم. اليوم حتى أتحول على العقيدة والثبات، إنسانية الوجود اليوم نجدها واضحة في قضية الطف الخالدة، وإن كان هو قد تأذى من تأذى مع الحسين عليه السلام، ولكن على رغم وجود الأطفال، وجود النساء، وجود الشباب، وجود الكهول وغيرهم، لكن الإمام الحسين عليه السلام كان يتحسس الإنسانية مع الطفل الرضيع مرة ومرة أخرى نجده مع عون، يعني ينام معه ويقول من مثلي وأنا يعني الحسين ينام معي، كما كان مع الإمام علي الأكبر. نعم. على سبيل المثال، هذا بعد إنساني كبير أعطانا الإمام الحسين عليه السلام. أعود لك وهذا التساؤل، اليوم العقيدة، وأنت وصلتي على العقيدة والثبات وصناعة القدوات. نعم. اليوم السيدة زينب عليه السلام كانت المحرك، كانت الداينامو لهذه العملية، ولا سيما النساء الفضليات. نعم. لابد أن يقتدين كما قالت سثناء بهذه السيدة العظيمة، فتكون كل واحدة منهن مدرسة. أكيد. للتعليم ومدرسة. أكيد. للأخلاق ومدرسة للتربية باعتبارك تخصص في يا سيدي التربية. هم مثل ما قال الدكتور السيدة زينب
أو الإمام الحسين وكل الأئمة الأطهار تربوا في بيوت النبي ألف الصلاة والسلام، وتعاليم الإلهية اللي على الحب والأخلاق والتعاون والإيثار والعقيدة والشريعة وتيسير وتسهيل أمور المسلمين الموجودة. فلهذا ما يملكون القسوة ولا يملكون الأنانية ولا يملكون الحقد في داخلهم اتجاه أي كان، حتى لو كان عدوهم، يعني ما يملكون هذا الشيء، حتى لو هو كان عدو إلهم لا يملكون هذه الخصاصة أو هذه الخصلة من الحقد، بل يملكون الحب ويملكون الإنسانية بحذافيرها تماما يعني. طيب. والدليل أنه الإمام الحسين عليه السلام من وجد نفسه أنه هو إذا كان هناك منفذ وراحة للمسلمين أو الثبات للإسلام والحفاظ على شريعة الإسلامية، فقال إذا كان موتي هو يبقى الإسلام خالد فيا سيوف خذيني، يعني أنطى حياته في سبيل أن يبقى الإسلام وتعاليم الإسلام والتعاليم الشرعية والفقهية على كما هي كانت موجودة. جانب تربوي اليوم وأنت تستذكرين الموت، ما أجمل الموت عند الحسين عندما يقول إني لا أرى الموت إلا سعادة. نعم. والحياة مع الظالمين إلا برمة. وفي رسالة أخرى يقول خط الموت على ابن آدم بخط القلادة على عجيد الفتاة، لا بد منه، ولكن الرسم قد تغير اليوم. أنا وأنت وحضرة الأستاذة أو السيد عندما نبشر بالموت ترتعد الفرائس، تمام؟ صح. ولكن الحسين رسم وصفا جميلا للموت، لذلك استقبلته السيدة زينب اللهم تقبل منا هذا القرآن. هذا الثبات العظيم. أولا الإمام الحسين هو يعني تشرب بالتعاليم الإلهية وبالصبر وبالوقوف أمام المحن الموجودة، فلا يعني لا يخاف من الموت بصراحة، لأنه هو يعني طريق للتضحية وطريق إلى دعاة الإسلام وطريق إلى تعاليم الله سبحانه وتعالى وثبات هذه التعاليم، فما يخاف من الموت لأنه هو أساسا كل متلبس بالقيم الأخلاقية والروحية الدينية والآخروية، يعني ليس فقط الدين الدنيا وليس فقط الآخرة، فمن يخاف من الموت ولا يهاب أطلاقا، لأنه حفاظا على الدين الإسلامي وحفاظا على تعاليمه وسيمه وقيمه العالية اللي أتى بها الرسول ألف الصلاة والسلام عليه بعد أن جمع الأمة المتفرقة المشتتة الجاهلية اللي كانت تقوم على الحقد والضغينة وعلى التفرقة وعلى العصبية القبلية وعلى الجهالة وعلى وأد البنات، اللي جمع هذه الأمة نحو الطريق القويم بالدستور المدني الإسلامي الكبير جدا، وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب صراحة في قيادة الأمة الإسلامية في وقته يعني. لكن بعد وفاة الرسول تمزقت الأمة الإسلامية بصراحة لنتيجة الصراع على الكرسي وما آل إليه من واقعة الطف اللي هي مثال على هذا الشيء. فالإمام الحسين هو قوة يعني وصبر، وهو جبروت، وهو يعني قيادة كاملة متكاملة متربي عليها وعلم إلهي ومتلبس به. خلينا نأخذ منك القيادة ودورها دكتور نعمة. يعني اليوم عندما نريد أن نتكلم عن القائد كالحسين عليه السلام عندما يجعل من أخيه أبي الفضل العباس كقائد آخر ومن علي الأكبر ومن صحابته الكرام وأبناء عمومته، يعني يجعل للقيادة دور كبير في صناعة القرار. نعم دكتور. نعم. ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثورة واضحة المعالم مرسومة الأهداف، ليس فيها أي لبس ولا غشاوة، ولذلك أعلن بطلها ورائدها، أعلن عن سمو أهدافه في حركته منذ بدء الحركة وانتهائها، وبل وقد أعطى لبعض أصحابه جميعا أعطاهم حرية الاتباع أو الانصراف. هذا الليل فاتخذوه جملا، إن القوم يطلبونني ولو نعم عفوا ولو ظفروا بالإمام الحسين عليه السلام لله عن غيره. منذ تقسيمه للأدوار في المعركة جعل القيادة باللواء بيد أبي الفضل العباس عليه السلام، وأشرك جميع أهل بيته في المعركة، وهذا دليل
على عدم تمييز الإمام الحسين عليه السلام لنفسه عن غيره، عن باقي أهله، عن باقي الصحابة في مسألة القتال في هذه المعركة التي دارت رحاها لأجل عملية الإصلاح. ولذلك سقط الواحد تلو الآخر منهم شهيدا مضرجا بدمائه، راسما للأجيال معنى عزة النفس والشرف والكرامة والإنسانية. هذه المدرسة مدرسة الجهاد، وعلى رأسها قائدها الإمام الحسين عليه السلام، أنتجت لنا مدارس أخرى، من جملة تلك المدارس زينب سلام الله عليها، التي تمثل عنصر المرأة إلى جانب الرجل في عملية إدارة الإصلاح وعملية إدارة المعركة والثبات وعدم الانكسار بدءا وانتهاءا. وقد ختمت ذلك بقولها الذي خلده التاريخ: ما رأيت ذلك إلا جميلا. دكتور نعمة، نعم. ثم وقفت معلنة عن سياستها في وجه الباطل، فقالت: كد كيدك واسع سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا. دكتور، أكو عداد اليوم للإعداد أهمية كبيرة، هذا الإعداد النفسي للسيدة فاطمة الزهراء في صناعة السيدة زينب، على اعتبار أنها كانت تعلم بما يجول في خاطرها وما يحدث في كربلاء. اليوم الأم لها دور كبير في إحياء هذا الذات لدى الإنسان، ومن ضمنهن السيدة زينب عليه السلام. تعتبر التربية عنصرا أساسيا في إعداد الأفراد، وبما أن الأسرة النبوية هي أعلى مراتب الأسر في الدنيا كلها، فقد تربى أفرادها على هذه القيم، أي القيم الإلهية ذات البعد غير الطريق غير البعيد عن الوحي. وقد تربت زينب في حجر فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وألهمتها كل معاني الشرف والقوة وعدم الانكسار والثبات وسلامة العقيدة. ولذلك نرى أن من الخدم في بيت الإمام علي عليه السلام أو بيت النبي صلى الله عليه وآله قد تربى بهذه التربية التي لم نجد لها نظير في باقي يعني البيوتات. فكيف إذا كانت زينب وقد تغذت من الزهراء سلام الله عليها، تغذت بكل مقومات الحياة جسدا وروحا وعقيدة، وهي تعلم كما أخبرتها أمها، كما أخبرها جدها، كما أخبرها أبوها، كما أخبرها أخوها، بأن ما يحصل في كربلاء يتطلب منها الصبر والثبات وقيادة الركب الحسيني. نعم دكتور نعمة، في تلك المسيرة الإصلاحية الخالدة. جميل، وأنت تتكلم عن الصبر والثناء وهذا الثبات على العقيدة ست ثناء، والاسم أيضا مع الثناء مع الإمام الحسين عليه السلام لهذه السيدة العظيمة. أنا سألتك قبل قليل ثم أتحول إلى الصبر، صبر هذه العقيلة الطيبة الطاهرة. هناك بعد إنساني كبير اليوم نشاهد في كل العالم، سوف تنصب لهم راية كما وعد أهل البيت عليهم السلام، وإن كان الإمام الحسين وحيدا، ولكن الله اليوم كل العالم يعني كله بشرقه بغربه، الرايات الحسينية وصلت باعتبار أن هذه راية راية سلام وراية محبة، كما شاهدت وشاهد الجميع. ليس فقط المسلمين من يأتي إلى كربلاء، حتى من غير المسلمين عندما نسألهم يقول: وجدت في رسالة الحسين بعد إنساني كبير. مرة الحسين يتفحص الأرض قبل المعركة على اعتبار أن خاف أنه أحد من أصحابه يقع على الأرض وينجرح، سنتي، ومرة يبكي على أعدائه على اعتبار أن الأعداء سوف يذهبون إلى نار جهنم بقتله. هذا البعد الإنساني باعتبارك إعلامية، كيف لنا اليوم أنا وأنت والدكتورة كصوت لأهل البيت عليهم السلام نوصل ما أراد الإمام الحسين عليه السلام؟ هيهات من الذلة، وهذا القول الكريم لإمامنا وسيد الشهداء عليه السلام.
عليه السلام. البعد الإنساني يتجلى بخروج الإمام الحسين عليه السلام وأن يأتي إلى الكوفة. خرج من أجل الإنسان، خرج من أجل الإصلاح. الإصلاح هو ما يتجسد بواقع ديننا الإسلامي، يتجلى بواقع الإنسانية. فالقرآن الكريم خير دليل على ذلك. عندما نتصفح في أسطر القرآن الكريم نلاحظ أن قصص الأنبياء وواقع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بأبعاد إنسانية. فلذلك الإمام الحسين عليه السلام ترجمة لهذه المعاني ولهذا المنظومة الأخلاقي. الإمام الحسين عليه السلام بدأ بأنه لم يبدأهم بقتال، وكذلك الحسين لم يبدأهم بقتال حتى رموا ذاك السهم فقال هذه رسل القوم إليكم. هذا نعم، الإمام الحسين عليه السلام حتى مع أعدائه لم يكن عدو لهم. جميل. بل كان يتجلى بواقع الإنسانية والعطف معهم. لذلك نلاحظ أنه البعد الإنساني تتجلى بواقع واقعة الطف، على اعتبار أنها بقيادة الإمام الحسين عليه السلام. ومن هذه القيادة العظيمة نلاحظ البعد الإنساني ما يرتكز بشخصية الإمام العباس عليه السلام. جميل. الذي أريد أن نتوصل إليه في هذا الحديث أن نقول أنه لكل واحد شارك في واقعة الطف كانت يحمل في مضمونه واقعا أساسيا من العبر بالقيم الإنسانية. جميل. حتى الطفل الرضيع عندما قدم قربانا لهذه المعركة فإنه يتجلى بواقع البعد الإنساني. السيدة زينب عليه السلام وما حملت من معاني وجيشه كان لديه هذا البعد، فأراد الحسين عندما رفع ذاك الطفل الرضيع أن يعطي دناءة القوم ووحشية القوم، أن يعطي دلالة للمعاني الإنسانية. نعم. أنه الإمام الحسين عليه السلام أن يقدم التضحية حتى في الطفل الرضيع من أجل الرسالة السماوية، ومن أجل أن يثبت للعالم أجمع بأن الرسالة السماوية الإلهية تتجلى معانيها بالبعد الإنساني. وخروج الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته الأطهار ويتجلى بالبعد الإنساني اللي إحنا اليوم نشاهده، ليس فقط على مستوى المسلمين بل وحتى غير المسلمين. نلاحظ ذلك بالتاريخ وما يثبت ذلك عند المستشرقين عندما يذكروا واقعة الطف بأنها تتجلى معانيها بالبعد الإنساني من التضحية ومن الصبر وما يحمله من أبعاد متعددة. البعد الإنساني يتشيد ويتكون في شخصية أي إنسان كان من خلال العقيدة الإيمانية. العقيدة الإيمانية هي ما يحمل في طياتها بواقع البعد، إنه الإنسان لا يهاب ولا يخاف من الشخص أو من الأعداء. لذلك ما قدمه الإمام الحسين عليه السلام هو تجسيدا للبعد الإنساني اللي إحنا نلاحظه اليوم. إذن الإنسان مع العقيدة. دكتورة كما تفضلت ستثناء، الإنسان مع العقيدة. اليوم عقيدة الإمام الحسين معه كانت ثابتة. نعم. وراسخة مع الآخر. نعم. ولكن في المنظور العسكري اختلف الأمر عند الحسين. يعني أي إنسان هسه يمتلك الماء لا يعطيه لغيره حتى ممكن أنه الجهة الأخرى تعطش وتذهب، ولكن الإمام الحسين وأهل بيته اختلف عندهم الأمر. فعندما منعوا في البدء، عندما استولى الحسين على الماء، ماذا قال للحر الذي قلب الطاولة عليه؟ قال أتأذن لي أن أشرب من الماء معه 1000 فارس؟ طيب هذه الخيول سوف تدوس على صدر الحسين وآله ويعلم ذلك، ولكن سمح لهم. إضافة إلى ذلك قال رشفوا الخيل ترشيفها، يعني يبوا المي على الخيل، خسلوها بالمعنى الجاري الآن. هذه الأبعاد كلها قلبت الحر، هي عقيدة. نعم صحيح، قلبت الحر، يعني أخذ يتفكر. نعم. فلذلك صدق من قال سمته حرا. نعم، الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته هم متشربين بالاكتساب وبالتعلم العقيدة والإنسانية بصراحة يمتلكوها. طيب. وبالوراثة يعني من آل بيت النبوة، لأن هم متربين احنا قلنا على تربية إلهية، فيمتلكون الإنسانية بمعانيها السامية الحقيقية، وليس مثل ما موجودة عند البشر الآخرين اللي هم يتغيرون بين حين وآخر بحسب المواقف. مواقفهم ثابتة. طيب. اتجاه الإسلام واتجاه الإنسانية واتجاه العالم أجمع طبعا. فلهذا قلبه كل الموازين اللي موجودة
الموجودة الحربية القائمة على الأنانية وعلى الحقد وعلى القتل وعلى الذبح وعلى السبي وعلى هم أنطوا مثال كبير جدا على روح الإسلام وعلى عظمته وعلى إمكانياتهم هم اللي يمتلكوها الإمكانيات الإلهية الفضحة الكبيرة اللي كانوا يعيشوها ويعني عايشيها وشابين عليها موجودة. حتى هم من طلبوا الماء طلبوا الأعداء الماء أعطوهم الماء بكل سهولة وما احتكروا لأنفسهم فقط يعني ما عندهم مجال الاحتكار. فهذه احنا مثال نحتدي به بصراحة. جميل. مثال تربوي مثال أخلاقي خلينا مع التربية يقول... ومع نعم. الأخلاق باعتبار أيضا نعم. من شأنكم الفلسفة وغيرها في الأمور التربوية اليوم نشاهد حتى أعطوا إضافة إلى البعد التربوي أعطوا موازين فقهية نعم. يعني مسلم بن عقيل نذكره نتشرف بذكره في هذا اليوم المبارك عندما يعطى الماء يعني ينزل من فمه الطاهر دم لا يشرب الماء هذا أعطى رسالة فقهية أنه لا يجوز الشرب الماء وهو متنجس. يوم كذلك الإمام زين العابدين عندما يعطوه الماء ويمنعوه لأن فيه شيء من الحرام فيلقي بالماء وإن كان مضطرا يعني شوف هم حتى لو مع الاضطرار من أكرهموا نعم. مع الاضطرار يجوز في بعض الأحيان حتى أن نأكل غير الميت وغيرها نعم. على قدر ولكن أهل البيت أعطوا رسالة واضحة للعقيدة وثباتها. هم يختلفون يعني ليش يسموهم يمتلكون العصمة الإلهية طيب. يعني عندهم إباء كبير جدا اتجاه أنفسهم وعندهم التحمل وعندهم الصبر وعندهم أنه ما يتحملون الظلم الموجود أمامهم وهم كذلك ما يقبلون بالصدقات من الآخرين عليهم ولا يقبلون بالحرام أن يدخلوا في داخل بطونهم أو أفواههم إطلاقا لا يعني هذا الشيء هم متربين على هذا الشيء تربيتهم إلهية بهذه قوة التحمل اللي إحنا ما نستطيع أن نتحملها إطلاقا يعني لو كان هم موجودين عند البشر الآخرين يأكل حتى الميتة بصراحة ويشرب حتى الماء الآسل لكن هم أبوا أن يشربون الماء الحرام اللي هو بالغصب مثلا لهم أو الأكل اللي ينطوهم إياه كصدقة فهم مثال لنا مثال نفسي طيب. على حب الذات ومثال نفسي على الإباء ومثال نفسي على أنه هم يعني شريعة وطريق يقتدي به ويقتدون به كل المسلمين بالعالم وكل الإنسانية بصراحة نقتدي به طريق الاقتداء واضح نعم. ومن ضمن البعد التربوي هو طريق العبادة. دكتور نعمة اليوم عندما نريد أن نتكلم عن هذه السيدة العظيمة التي تقود الأيتام هي منذ البدء كانت ترى بعينيها الكريمتين ما يجول في قلب الحسين عليه السلام من أمور العبادة فكانوا يحيون الليل والآخر يتقاسم بما يتقاسم به في الدنيا ولكن الحسين كان يحيي الليل حتى يسمع دوي لأصحابه كدوي النحل. السيدة زينب عليه السلام في مثل هذه الليالي وإن كانت منكسرة ولكنها كانت تصلي وهي جالسة. هذا البعد العبادي اليوم مفهوم كبير لكثير من النساء التأسي في المفهوم العبادي على اعتبار أننا جميعا على خطى زينب عليه السلام. نعم دكتور. المتتبع لمسيرة زينب سلام الله عليها طيب. ودورها في معركة الطف الخالدة بدءا من الحركة وانتهاءا بالسبي والعودة منه يجد أن هذه المرأة قد أسست بل هي استمرار لمدرسة لا تعرف الانكسار وقد وضعت العبادات على هذه المدرسة وضعت العبادات على رأس القائمة ولذا نرى الإمام زين العابدين عليه السلام عندما رآها تصلي وهي جالسة بمعنى أنها كانت تقيم فرضها الليلي تؤدي صلاة الليل رغم جسامة الأحداث وعظم المصاب وكثرة الشهداء في ساحة المعركة إن مدرسة زينب مدرسة تعتمد في جذريتها على التوحيد الخالص الخالي من الانحراف والذي لا يرى لأي أحد سلطة في الأرض إلا للإله الذي يعبده وهذه الرؤية كفيلة بأن تضمن لصاحبها الاستمرار والسلامة
تضمن لصاحبها عدم الانكسار في مختلف الظروف التي تواجهه. ولذا رأيناها على طول مسيرتها ثابتة القدم راسخة الإيمان، يعبر عنها الإمام بأنها عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. وأتمنى من المرأة في عالمنا هذا أن تنتبه إلى مكانة زينب والزهراء سلام الله عليهما في الحياة. هاتان المرأتان الأسوتان المثلان، هاتان المرأتان قد أسسا لمدرسة أعزت المرأة وأعلت شأنها، ذلك لأن الإسلام عندما بعث قد أعطى المرأة مكانة فريدة بعد أن كان حظها الوأد، وهي في آخر المراتب في تقسيم المجتمع آنذاك. فقيامها الليلي وهي جالسة دليل على عدم انكسارها، دليل على رسوخ عقيدتها، دليل على سلامة المنهج الذي تسير عليه، بل دليل على إيمانها بحركة إمامها المعصوم المفترض الطاعة الذي خرجت منه معه من المدينة إلى مكة إلى كربلاء، حيث كانت تلك الأحداث قد جرت بهذا الشكل المأساوي، وهي أن الأمة التي أصابها الانحراف في عقيدتها والتي صرحت بذلك بقولها لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هذه الأمة التي بأفعالها الشنيعة قد وصلت إلى مساحات واسعة من الانحراف في مساحات الأمة العقيدية الفكرية الحكمية القيمية الأخلاقية المعبر عنها بالأخلاقية. لذلك استدعى قيام المعصوم وإراقة دمه مع من جلب معه من أهل بيته الكرام لأجل تصحيح المسارات في مساحات دكتور الأمة. بما أنه نتكلم عن التصحيح يد العبث والتخريب، طيب بما أنه نتكلم عن التصحيح اليوم وتفضلت بهذا الدور الكبير، الثناء اليوم ليس فقط للرجل أن يكون دورا قياديا، إنما أعطت السيدة زينب عليه السلام رسم لقيادة متكافئة ومتكاملة في كل أبعادها. السلام جسدت واقع القيادة، وخاصة عندما حولت واقع المعركة ورسمت الخطى الأساسي ورسمت واقع الأبعاد من التضحية والصبر وما قدمه الإمام الحسين عليه السلام من مضامين يحمل في طياته المحافظة على الدين الإسلامي في كل مكان وزمان. الإعلام الزينبي هو ما يتجسد بواقع الفصاحة والبلاغة، وكيف للإمرأة أن تقف وقفة جادة أمام الأعداء وأن تصرخ صرخة العقيدة والإيمان والعزة والكرامة. كيف استطاعت السيدة زينب عليه السلام أن تكون أمام هذه الشجاعة، وخاصة نحن نعلم بأن المرأة في مثل هذه الظروف تكون منكسرة، يغلب عليها الخوف وكذلك يغلب عليها نوعا ما من القلق، وخاصة نحن نعلم بأن المرأة متكونة من المشاعر والعواطف، لكن السيدة زينب عليه السلام أثبتت بأن المرأة يمكن أن تكون قياديا بوقوفها أمام الأعداء وبخطبتها العظيمة. هذه الخطبة التي تتمثل بمعانيها أن بداية الخطبة عندما تحدثت بمضامين أنها من بيت آل النبوة ومدى قرابتها من الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا تجسيدا لواقع أن السيدة زينب عليه السلام أثبتت وبكل جدارة بأن للمرأة التي تحمل واقع العقيدة والإيمان أن تقف أمام من يكون عدوا لهذه الرسالة الإلهية. فكان لابد من التوضيح على اعتبار أن الآخر كان إعلاميا وأنت إعلامية وتعرفين مدى خطورة الإعلام، كان يعلم الآخر بأنه من الخوارج قد خرجوا على إمام زمانهم، فيحتاج تحليل للنص
تحليل للأفكار. خليني أرجع لك بعد الفاصل مشاهدين الكرام على خطى الحسين نتواصل.
على خطى الحسين عليه السلام نتواصل مشاهدين الكرام معكم. نذكر بضيوفي الأكارم أستاذ ثناء الفيلي الباحثة والأكاديمية والإعلامية. أهلا ومرحبا بك. ورحب مرة أخرى بدكتور انتصار التميمي الباحثة والأكاديمية. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بجناب الأستاذ الدكتور السيد آل نور نعمة. حياك الله دكتور وحيا الله كل الأخوة الأكارم. مرحبا بك مرة أخرى. أعود لك باعتبار أنه الصلاة لها أثر كبير مع السيدة زينب ولا سيما في خطابها بدءا من أهل الكوفة إعلاميا، كيف واجهت هؤلاء الثلة على اعتبار أنهم كانوا إعلاميين يقولون أنهم خوارج قد خرجوا على إمام زمانهم؟ نعم، السيدة زينب عليها السلام بواقع سياق النص الخطابة وما تمثلت بمعانيه، من المعروف أنه نص الخطابة لابد أن يكون واقع اللغة يلامس واقع المجتمع، لذلك أنها استخدمت مفردات وسياقا كلامي يكون يلامس واقع ذلك المجتمع، إذ مثلت واقع ما قدمه أهل الكوفة باتجاه الإمام الحسين عليه السلام من خذلان، وكيف يتجلى ذلك بواقع أن السيدة زينب عليه السلام تصدت لواقع ما قدمه أهل الكوفة وقدمت الرسالة الأساسية من حيث أنها انتفضت بوجه هؤلاء الأعداء وما حملت بمعانيه بكشف الغطاء وما ينطوي من حيث الكلام وسياق الكلام بالتوجيه الكلام إلى من يتمثل ويتجسد بمعاني ومضامين يحمل بطياته إنها قدمت واقع الصبر من جهة وكذلك مواجهة الأعداء من جهة أخرى وكشفت حقيقة هؤلاء وكيف لهؤلاء أن يتجسدوا بواقع ما قدموه للإمام الحسين عليه السلام. هذا من جهة. من جهة أخرى سياق الكلام ونص الخطابة والإعلام عند السيدة زينب عليه السلام يتجلى بالفصاحة والبلاغة. عندما قلت أن السيدة زينب عليه السلام عندما تحدثت فإن نص الخطابة عندها في الكوفة يختلف عن نص الخطابة وسياقه في الشام، فهذا خير دليل على أنها عالمة غير معلمة. هذا من جهة. من جهة أخرى عندما نقول عالمة غير معلمة بمعنى أن تعليمها إلهي. الفصاحة والبلاغة هو ما يحمل بواقع شخصية الإمام علي عليه السلام بنهج البلاغة. اليوم كيف يمكن لنا بالإعلام أن نتخذ ونقتدي بشخصية السيدة زينب عليه السلام بهذه الفصاحة وبهذه البلاغة، وكيف يمكن أن يرمز الإعلام بكشف الغطاء وحقيقة الخلود لهذه القضية العظيمة، وكيف لخلود هذه القضية أن يتجلى معانيه بالأبعاد المتعددة وأن يحمل معاني ومضامين إلى المجتمعات الأخرى، حيث أن الإعلام يجسد واقع أساسي. اليوم نحن نلاحظ أن غزة وما يقع عليها من مأساة يتجلى بأن للإعلام كان الدور الحقيقي. رمز الإعلام والانتصار هو بدأ من السيدة زينب عليه السلام، فلولا الإعلام لما نعلم لما يقع اليوم أو يقع بواقع غزة اليوم وفلسطين. أكمل معك دور الإعلام وأهميته ولا سيما في القضية الحسينية بعدما نصول في نفس الموضوع، على اعتبار لديك أفكار أخرى تربوية في عملية التغيير. نعم. هنا هذه الصلبة كانت تتكلم كما يقول الشيخ المفيد الجزالة وسلامة الفكر وقوة المنطق. نعم. وكأنها تنطق على لسان أبيها. بالرغم من أن كانت السيدة زينب يعني خاوية من كثر التعب والإرهاق ومسؤولية كبيرة في قيادة العوائل المنكوبة اللي هي كل آبائهم انقتلوا وكل المسلمين المساندين إلهم الأوائل الموجودين اللي مؤمنين بالله وتعاليمه وتعاليم الرسول ألف الصلاة والسلام عليه قتلوا، وكانت ملتزمة بصلاتها وبعفافها وبأخلاقها وبشكلها شكلا ومضمونا وأفكارا. هي كانت جزيلة اللغة وصاحبة بلاغة بالأسلوب كبير جدا بحكم يعني من أبيها بصراحة ومن جدها ومن أمها يعني. ولما دخلت على معاوية فسلمت الحمد لله رب العالمين حمدته على يزيد وذكرته أنه هي ابنة حفيدة رسول الله السلام على جدي رسول الله، ذكرته بأنه هذا التذكير إله هو ابن من ومن هي، ذكرته أنه هي من وحسبها ونسبها يعني هذا الحسب والنسب هم بدأوا دوما دكتورة يبدأون بالتوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى.
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم سوقك بنات رسول الله. نعم. هنا الجميع قد وقف بالضبط، أين رسول الله؟ من هي زينب؟ هؤلاء يقولون خوارج. نعم نعم، هو بدأ يستهزئ بالكلام وبالأسلوب، وبدأ يتلون وجهه، وصار وجهه مثل وجه المطربين من يتلونون أثناء الطرب الموجود. لكن هم السيدة زينب أوقفته وقالت له يعني سهلا سهلا ويسيرا يسيرا، أنه الحياة ما راح تدوم إلك، ولا هذا الكرسي راح يدوم إلك، وبهذا أنت جلست بي بوجودنا وبفضلنا نحن يعني، وكذلك أنت جلست على هذا المكان وحكمت عليه هو بقتلك وإبادة كل آل البيت اللي استطاع أن يضيق عليهم. نعم، استطاع أن يضيق عليهم أقطار السماء يعني بدأ في مرحلة قليلة تضييق بالكلام بالأسلوب. نعم. لأن خاف من يعني طلتها ومن هيبتها ومن قوة كلامها وجزالته والأفكار وتسلسل الكلام الموجود أمامه، يعني وكأنه ضربة سهام بدأت تضربه يعني بها. فتذكر بأنه هو من جدته، أنه هو حفيد أكلت الكبود هند اللي أكلت كبد حمزة بن عبد المطلب في معركة بدر، وأرادت أن تنتقم منه وحطت الكبد في فمه، لكنه صار صلب لصلابته يعني انتفضت منه وتركته. وذكرت منه كان معاوية بن أبي سفيان اللي وكان حتى آخر اللحظات يحارب الرسول والرسالة، وكان يعني يحيك الدسائس والحقد والكره ضد الرسول وآل بيته وكل المسلمين الموجودين. وذكرت بمعركة الخندق وما كانت موجودة وكيف وكان يقود ضد الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، وذكرته أنه هو مسلم شفهيا وليس إيمان عنده داخلي ومؤمن بالرسالة وبالرسول، مع العلم هو يحكم برسالة الرسول شفهيا شكليا وليس مضمونا، والدليل هم ما يعني ما وقعوا فيه من عنده ومن كرهه ومن دسائسه ومن حقده. يستشهد بالشاعر القديم ابن الزبرعد يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا وقع من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. إذن هذه نعم قوة البيان، هو انتقاما من آل هاشم ومن آل الرسول. هم عندهم الإدارة لازم تكون بديهم مراثة ما ينطوها، يعني الإدارة السياسية هم يقيدون كل العالم، يقودون بني هاشم هم القيادة لهم. ولهذا كثير من مع الأسف من المسلمين الآن الموجودين يذهبون بسياسة بني يعني بني أمية القائمة على القوة وقائمة على الحقد وقائمة على القتل وعلى الإبادة وعلى سياسة السيف والدرهم اللي مثل الحجاج يعني، وليس سياسة العقل. أعود لك وهذا الزمان يتكرر. نعم يتكرر، وجود يتكرر وموجود. خليني أعود لك هذا التفصيل بعدين أكون في نفس الحوار جناب السيد الدكتور نعمة. اليوم عندما نريد أن نتكلم على السلامة الفكرية، قوة المنطق، سلامة الفكر كأنها تنطق على لسان أبيها، بدأت ابتداء بالنسب ثم قالت فكد كيدك وسع سعيك وجاهد، إلى أن تقول فوالله لن تمحو ذكرنا. هذا القسم أنت أستاذنا وأعرف بهذه المسألة، الواو إذا كانت تتبع بعدها الله سبحانه وتعالى تكون واو قسم، وهو دليل على أنه سأنا مثلا من أقول والله راح أفعل كذا أنت تجيبني لا تقول ذلك لأنك لا تعلم أنك على قيد الحياة غدا. ولكن الموضوع يختلف عند زينب، كأن البشارات جميعا متحققة من بشارة النبي لها ولأهل بيتها. نعم دكتور. دأب الإسلام في تربيته للأفراد على أن يغذيهم تغذية فكرية تضمن لهم السلامة، ولذلك نرى الرهط الأول من الصحابة ممن أحسن الصحبة مع النبي صلى الله عليه وآله لم تثنهم الشدائد ولم تهزهم الهزائز، مع أن الإسلام كان في باكورة حياته، فكيف به وقد أرسى قواعد مجتمع المدينة المنورة، تلك القواعد التي ترسخ فيها التوحيد وترسخت فيها القيم وترسخ فيها الثبات، لا سيما أن البيت النبوي لم يتطرق إليه لا الشك ولا الارتياب ولا الاهتزاز في مسألة بنائهم العقيدي.
أقصد من البيت النبوي خصوص البيت النبوي. وبعض من عاش في كنف هذا البيت كأم سلمة رضوان الله عليها، وقد نشأت هذه زينب في خضم هذه التربية السليمة المعتمدة على منهج الوحي المرتبط بالسماء، والذي أتحفنا بقوله أن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله جلت قدرته. وقد تجلت هذه المسألة في واقعة غدير خم التي بموجبها أخبر النبي صلى الله عليه وآله إرادة السماء للأمة في أن الإمام من بعده والخليفة من بعده هو علي بن أبي طالب عليه السلام، وترشحت عن خلافته نصوص على الأئمة من بعده، فكان الحسين عليه السلام هو أحد النصوص. فكيف به وقد عاشت معه زينب حياة منذ الطفولة إلى الشهادة؟ هذه المسيرة الحياتية التي تربت فيها زينب على منظومة القيم العالية وعلى الأفكار السليمة ذات الاستقرار والاستمرار وذات السلامة، والتي لم يتطرق إليها الشك والارتياب، جعلت زينب في مصاف القيادة، وقد رأيناها كيف قادت الركب الحسيني بعد واقعة الطف. لا سيما أن الفاصل الزماني منذ انتهاء معركة الطف إلى وصولها إلى الشام، إلى خربة الشام التي لا تليق حتى بالعبيد، حقيقة أن هذه المسيرة لو لم تكن زينب، لو كانت غيرها من النساء لانهارت ولانكسرت، وقد بان عليها الانهزام. لكن تربية زينب منحتها القوة والاستمرار والسلامة، وقد علمتنا بمو هذا الموجب، علمتنا درسا إضافيا اسمه الثبات. جميل. نعم. هذا الثبات مستمد من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله: اللهم ارزقنا الثبات. ولذا أصبح بموجب التربية النبوية الصحيحة للأسرة النبوية ولواحقها أن الثبات يعتبر من أهم الأمور في الحياة، وهو السبيل الموصل إلى النجاح فيها. نراها عندما وصلت إلى خربة الشام، أو مرت بتلك المراحل المكانية والزمانية في ذلك المسير الذي بقي كالجرح النازف في جبين الأمة، نراها لم تنثني ولم يتزعزع ثباتها، وقد وقفت في المواقف المتعددة معلنة صرختها المدوية التي بها مثلت عنصر المرأة في الحياة، والتي بها أثبتت أن للمرأة يمكن أن تكون هي القائدة وهي الرائدة وهي المعبرة وهي المصرحة عن عقيدتها حتى في مساحة الظالم الذي يسيطر عليها. جميل دكتور. إذا كنت تسمع، نعم، وقوفها طيب بين يدي الظالم في قصر الإمارة في الشام، طيب، كان عبارة عن لوحة إعلانية مصرحة. جميل. خلينا مع هذه اللوحة. نعم دكتور. الذي نهر من أجله الإمام الحسين عليه السلام، نعم، هو من أسمى الأهداف وهو من أجلها، طيب، وهو الذي يستحق الاتباع والانقياد، وهو الذي يشير إلى سلامة منهج المعصوم في إدارة الحياة ومنهجه في عملية الإصلاح والتغيير. جميل. ورأب الصدع الذي طرأ على الأمة بعدما
بعدما تطرق إليها الانحراف. جميل. هذا الانحراف لو تسمح لي دكتور. نعم. تدل دكتور على أن أصحابها لم يرزقوا الثبات على الإيمان. دكتور لم نعم. يرزقوا نعم. الثبات على التوحيد. ولذلك نعم. لو تسمعني يعني هذا الثبات وهذه العقيدة تحتاج إلى هذا الخطاب كي يفضح أمورهم من خلال الإعلام والإعلان عن تلك الثورة وأسبابها ودروسها. سيثناء اليوم نعود إلى الدور الإعلامي كما رسمها جناب السيد الدكتور نعمة. هذه اللوحة التي رسمتها السيدة زينب لها دور كبير. اليوم على سبيل المثال القاعدة وداعش أيضا كان هجوم إعلامي كبير ولكن التصدي كان أكبر. جميعا من يقول قد دعونا إلى السلة والذلة فهي هاتوا من الذلة. فتصدى الجميع لهذه الحركات الإرهابية القاتلة. أيضا هم قتلوا طفلا كعبد الله وقتلوا شابا كعلي الأكبر وقتلوا كهلا كحبيب بن مظاهر الأسدي. هنا يزيد وهنا أتباعه وهنا الحسين وهنا أتباعه. الإعلام له دور كبير في عملية التثقيف. كيف تصدت هذه السيدة زينب عليه السلام وكذلك الإمام زين العابدين حتى كانت هذه الساعة ويلا عليهم عندما كان اللقاء بيزيد وعبيد الله بن زياد؟ تصدت السيدة زينب عليها السلام بواقع ما تمتلكه من الفكر والعقيدة، فمضامين الإعلام لابد أن يكون بهذا الشكل. بهذا الشكل بمعنى لابد أن يكون للإعلام لوحة أساسية من حيث الشكل والمضمون، فلا يمكن للإعلام اليوم أن يجسد الإعلام الزينبي إذا لم يحمل في طياته واقع المضمون والفكر للتصدي لواقع التطرف وما يحدث، ونحن شهدنا على ذلك خاصة بواقع مجتمعنا العراقي، واقع الأزمات المتعددة من الدكتاتورية وكذلك الحروب مع داعش وغيرها من التنظيمات. لكن الإعلام وواقع الإعلام اليوم الذي يشهده الإعلام الذي يرصد الحقيقة، الإعلام الذي يظهر واقع الأساس والبنية الأساسية بالفكر الزينبي، هو ما يتمثل بواقع ما قدمه أبناءنا في الحشد الشعبي. نلاحظ أنه ما قدمه هؤلاء أن كيف يمكن للإنسان أن يتصدى بواقع العقيدة. خير دليل على ذلك عندما نتحدث عن الفكر الإنساني بالبعد الإعلامي، نلاحظ أنه من دافع وساهم بهذه العقيدة لم ينظر إلى الطرف الآخر إذ كان على مذهبية معينة أو على ديانة معينة. لبيك يا حسين هو إعلاما يتجسد بمضامينه كيف يمكن للإنسان أن يدافع عن حقوق الإنسان الآخر. عندما دافع الإنسان المسلم عن الأيزيدي وكذلك دافع عن الشبك من غير قومية ودافع عن الأكراد ودافع عن المذاهب الأخرى والطوائف المتعددة بالمجتمع العراقي، هذه المدافعة هي ما نلتمس واقع القضية الحسينية فيها، وكيف يمكن لتضحيات الإمام الحسين عليه السلام أن يتجلى خطاه اليوم بواقع مجتمعنا. جيب هذه الخطى واقع المجتمع كما تفضلت به سيثناء اليوم تحتاج إلى قوة منطق وعقيدة يا ابن الطلقاء تذكره بالنسب والحسب وتوبخه توبيخا كبيرا. أنت تعلمين قبل دخولنا الاستوديو كنا نعلم أنه التوبيخ هو مرحلة من مراحل التعليم. نعم. إذا كانت في الأسرة. نعم. الأب للابن، الأب للزوجة، الأب لبنته إلى آخره، الجد للأب إلى آخره. لكن هنا اختلف الموضوع، والتوبيخ لما فريت إلا جلدك كانت تذكره يعني قد خرج من الدين إلا الشيء الظاهري. تمام. فقالت ويحك يعني تذكر بهذا وهو على جبروته، أبدين الله اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلمة. نعم. شوف تخرج أيضا من الموضوع، قلنا يعني بدين جدي ودين أبي اهتديت. نعم. أنت وأبوك إن كنت مسلما. هو أنا قلت لكم بني أمية يخافون، كانوا أشد الخوف على الكراسي مالتهم، على أنه هم كانوا متسيدين على المجتمع لأن ذاك الموجود الجاهل، وهم الرسول قال بالرسالة وبالسماوية وتعاليمه وأسسه ومعاييره وأهدافه، سحبوا مثل ما نقول البلاط أو السجادة من تحت رجلهم، لأن هم كانوا قائمين على الخمر وعلى السهر وعلى الارتماء في أحضان النساء، وكانوا يعني عندهم كل المعيبات والمقيتات الموجودة بالحياة. فمن قالت له السيدة زينب عليه السلام
يبني الطلقاء أن الرسول ألف الصلاة والسلام عليه عندما كانت له الأمة معه وأرسى تعاليم الإسلام ودخل إلى مكة، فتح مكة مع المسلمين وكان معه جيش كبير جدا من المسلمين وأتباعه، أنه هو ما استعمل مثل ما استعملوا بني أمية القوة والقسوة والعنصرية والتجاهل والحقد والأنانية أطلاقا. دخلوا وقالوا لا يقتل أحد من المشركين الموجودين، مع العلم كلهم كانوا ضد الإسلام وضد الرسول وكان يحكون له الدسائس وخاصة بني أمية. فقالوا طلق يعني معاوية وطلق ابنه الموجودين وما طلب أن يتعرضوا لهم بأي ضرر لهم أو إلى أملاكهم أو ثروتهم الموجودة. فلهذا نسبة قلت لي ابن الطلقاء أن الرسول كان عفوا كريم إنساني معاكم ومع كل ما أنتم كنتوا تحيكون له من دسائس وحقد وأنانية موجودة. فكان هو يلعب بالعصا مالته في وجه الإمام الحسين عليه السلام وفي فمه وفي أسنانه، وكانت هي تقول له مهلا وإن هذا ما راح يدوم إليك لفترة قصيرة وراح تكون نهايتك أنه من المقبورين بالدنيا والآخرة، ويذكروك بأشد المخيطات وبأسوأ الكلام الآن الموجود، لا تكون لك قائمة، لا تقوم لك قائمة ولا راح تكون لك ذكر عند كل العالم أو كل المسلمين الموجودين. هذا البعد التربوي الآخر اللي طتنا يا الآن. أتمنى من كل إنسان مسلم اللي هو متعاطف مع هذه الحادثة الأليمة جدا الموجودة الموجودة أن يتعاطف مع أمه، مع خالته، مع أخته. هذا أيضا درس تربوي. درس تربوي ما تحتاج من حاجة، من فاقة، من ألم، من ظلم، لأن هو هذا اسم الدين الإسلامي. وهذا فحوى أنه أكون أني بجزء متواصل مع الحياة العامة اللي يعيشها، ليس أتعاطف مع الحسين وأبكي عليه شكليا يعني، وأني داخليا عندي أفكار أخرى ظلم وحقد وربا. أن تشيرين إلى اجتماع العبرة مع العبرة. طبعا خلينا أرجع إلى دكتور نعمة يعني في هذا التساؤل من خلال الكلمات الطيبة للضيوف الأعزاء، وأنت كلامك أيضا مفعم بحب الإمام الحسين عليه السلام. نتكلم عن قوة البيان لهذه الشخصية العظيمة، ومن ضمنها كان الإمام زين العابدين وسيد الساجدين عندما بدأ بخطابه الكريم، يعني ابتدأ أول مرة أن أذلي أن أصعد على تلك الأعواد فإن لله فيها رضا ولهؤلاء القوم منفعة، فأذن له وتكلم بكلمات التوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يعرف بنفسه أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم وصفا إلى آخره. قوة البيان، قوة الإرادة، صلابة المنطق كان لها أثر كبير في إزالة عرش يزيد الذي لم يتمكن من صلادة القوة أمام الحسين وأهله. الحقيقة أن الزاد الأساس لأهل البيت سلام الله عليهم هو التوحيد. طيب. التوحيد وتجلياته، وهذا التوحيد هذا الزاد لابد له من أن يصل إلى الأسماع. ولذا عندما رأينا الركب الحسيني عندما وصل إلى الشام وبدأت الخطبة للإمام زين العابدين عليه السلام، أخذ يعرف نفسه بأنه ينتمي إلى مدرسة التوحيد الخالص، مدرسة النبوة، لعلمه بأن أهل الشام قد التبس عليهم الأمر إلى حد كان بعضهم يرى أن عليا عليه السلام لا يصلي، بل يرى أن عليا عليه السلام كان كافرا. ولذلك عندما وصل الركب الحسيني إلى الشام أخذ الإمام من خلال خطبته الرائعة تعريف أهل الشام، خصوصا أن الذي حضر في ذلك المجلس يعتبر من الأعيان، أعيان السلطة وحواشيها، عرفهم باسمه بنسبه بسببه
مما أحدث ردة فعل عند الحاضرين، خصوصا عندما لجأ الحاكم إلى رفع الأذان وذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله. هنا قال الإمام زين العابدين عليه السلام، وهو محور التوحيد بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، قال: محمد هذا جدك أم جدي؟ جميل. على أقل تقدير أن الحضور قد التفت إلى مسألة قرب النسب من النبي صلى الله عليه وآله، وأن هؤلاء القوم ليسوا بخوارج. هذا اللون من الإعداد والارتباط بالتوحيد لم نجد له نظير إلا في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. ولذا نرى مدرسة الإمامية تختلف تمام الاختلاف في مواطن عديدة في مسائل التوحيد وشؤوناتها. نجد الإمام زين العابدين عليه السلام يربط كل شيء بالتوحيد، طيب، كما في قوله: اللهم يا سبب من لا سبب له، يا سبب كل ذي سبب، يا مسبب الأسباب من غير سبب. ربط جميع المسببات بسببها الأول هو ترجمة لمفردة التوحيد التي تحتاج إلى لون من المحافظة عليها، بل تحتاج إلى لون من الدفاع عليها، لكي يبقى التوحيد يشري جميل. في أعماق الأمة دكتور نعمة نعم. إلى يوم الوقت المعلوم نعم. الذي يأذن الله سبحانه نعمة. وتعالى بقيام دولة العدل الإلهي. آمين. اللهم نسأل من الله نعم. سبحانه وتعالى أن يجعلك وإيانا من السائرين على نهج إمامنا الحسين عليه السلام. كل الشكر آمين. والتقدير والثناء إلى جناب الدكتور نعمة آل نور الباحث والأكاديمي، شكرا جزيلا لحضرتك وعلى هذه الكلمات الطيبة، مع شكرنا الجزيل للأخوة الزملاء في مكتب العراقية النجف الأشرف. الشكر موصول للأستاذ ثناء الفيلي الباحثة والأكاديمية والإعلامية، شكرا جزيلا لك. جزيلا لجنابك. شكر موصول لجناب الأستاذ الدكتور انتصار التميمي الباحثة والأكاديمية، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك ولهذا البرنامج الرائع. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، وتستمر حركة الإصلاح في قضية الإمام الحسين عليه السلام، وهذا السبي لم يؤثر إلا قليلا، فكانت رحلة لانتصار الدم والسيف، رحلة لانتصار قوة البيان وسلامة الفكر عند السيدة زينب والإمام زين العابدين. شكرا لكم وإلى اللقاء.